طب هنكمل مع حضراتكم كابتن محمود ابو الدهب استاذ خالد عامر، خليني اخد رايكم في ماتشات الغد بالنسبه لكاس العالم والنتائج، بعد كده اخد رايكم بقى في ماتش الزمالك النهارده والمصري. طب قبل ما نروح لماتش بتاع، عشان انا قلت معلومه صح إيه وتاكدت من صحتها فلازم اقولها. اللي هي انا غلطت في نقطه واحده بس، مصر انا قلت بالظبط، انا قلت جزر القمر، هي ما كانتش جزر القمر، كانت مدغشقر وموريشيوس. في تصفيات كاس الامم الافريقيه 2004 كنا مهددين ان احنا ما نوصلش، لان مدغشقر كانت كسبتنا المباراه الاولى 2-1 على ارضنا، كسبنا موريشيوس 7-0 وكسبنا مدغشقر 6-0. تمام، ده في عجاله يعني، ده كده في عجاله. ما هو يعني طيب كابتن خد رايكم في ماتشات بكره والنتائج، لان وقتي بس ايه احنا بس عشان نلقي الضوء بس على ماتشات بكره. اليابان وكوستاريكا كابتن ابو الدهب، شايف الماتش اليابان يا فاروق؟ اليابان اليابان اصلا كوستاريكا وحشه يعني، بغض النظر عن مفاجاه اليابان كوستاريكا وحشه اصلا، خسرت بنتيجه كبيره قدام اسبانيا جدا. طيب بلجيكا والمغرب بقى كابتن ابو الدهب؟ لا انا مش انا مش شايف ان بلجيكا تخوف يا فاروق، يعني المصنف الثاني على العالم، مش شايف ان مصر برضه خلت الموضوع برضه في لا في ناس بتقول لك اصل المباراه ما كانش بيلعبوا بالاساسيين او مريحين، لكن انا شايف ان المغرب فريق قوي واحسن فرقه موجوده في منتخب موجود في افريقيا. اتمنى ان شاء الله المغرب بيعمل مفاجاه بكره. اتمنى طبعا. بلجيكا ما تخوفش قوي، انا متفق مع كابتن محمود، بلجيكا ما تخوفش قوي خاصه في الماتش الاول، ما اعرفش في الماتش الثاني ايه الخطط اللي ممكن المدرب المغرب فريق كويس جدا طبعًا. جدا ما عدا واحد بس، حكيم زياش مش في حاله، ما عايز يبصم على كل كوره، وعايز انا الكابتن وانا صاحب الكوره وانا اللي العب وانا اللي اسوي. كان ليه حق خلوزيتش مش بشكل مطلق برضو، لان حكيم من اللعيبه المميزه جدا على المستوى الفردي، هو بس محتاج المدرب ايه يقرط عليه شويه، يفهمه بس ان احنا بنلعب 11. خلوزيتش كان مظبط لا ما خلوزيتش طلعه بره المنتخب خالص، مفيش تظبيط اكتر من كده. صح طيب بس طيب كرواتيا وكندا كابتن ابو الدهب شايف مين؟ شايف كرواتيا. كرواتيا كندا فريق مزعج، كندا فريق مزعج وسريع بالكوره ومن غير الكوره، اعتقد انه كندا حتى لو كرواتيا كسبت مش هتبقى بالاريحيه الكامله، يعني كندا هتعمل مشكله جامده لكرواتيا. الماتش بقى الكبير اسبانيا والمانيا، لا ده 50-50 50-50، لكن انا شايف التفوق هيبقى لاسبانيا. اتمنى التفوق يبقى لاسبانيا، يعني كل واحد ليه اغراضه. المانيا مش المانيا برضه فكره انها تخرج، يعني تخرج لو خسرت بكره او حصل حاجه ان شاء الله. طيب انا اصلا ما بحبش المانيا عشان انا بشجع ايطاليا، ومفيش مشجع ايطالي بيشجع المانيا عشان نبقى فاهمين بس، يعني بس عشان اقول لك لا تمام يعني خلاص بقى، ما هو في ايه؟ طب اول مره روحنا طيب طيب بس